يوم 8 مارس هو يوم خاص، يوم العالمي لحقوق المرأة، ماشي فقط في المغرب ولكن في العالم كله. كنحاولوا نستغلوه للوقوف على الإنجازات اللي حقوها النساء ديالنا. احنا في المركز ديال جمعية إسبور اللي كيتواجد في المدينة القديمة، كان عندنا شرف استقبال وفد على رأسه السيد الوالي. الهدف أنهم الوقوف على الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعية. فمنذ الافتتاح ديال هذا المركز في 2011 ارتكزت الأنشطة ديالنا على جوج ركائز أساسية. الأولى هي التكوين المهني للنساء والمواكبه ديالهم من اجل خلق المقاوله. احنا كجمعيه الهدف الاسمى ديالها هو المساهمه في التمكين الاقتصادي للنساء. ما يمكنش يكون تمكين اقتصادي وحفظ كرامه للنساء بلا ما تكون عندها واحد المهنه، واحد الصنعه اللي كتقدر تعيش منها. الركيزه الثانيه هو التعليم الاولي. بحال اللي شفتي وكنستقبلوا في هذا المركز وفي المركز ديالنا اللي في دار بوعزه تقريبا 150 طفل وطفله، السن ديالهم بين 3 سنين و5 سنين، اللي كنحاولوا نعطيوهم التعليم الاولي في ثلاثه ديال المستويات باش يمشيو مستعدين للتعليم الابتدائي ويكونوا عندهم واحد المستوى اللي يمكنهم يبداو الدراسه ديالهم بطريقه مزيانه. بحال للاسم ديالنا فضاء نقطه انطلاقه، كنتمناو اننا نكونوا فضاء نقطه انطلاقه ايجابيه ومشجعه للنساء والاطفال اللي كيبداو الحياه ديالهم المهنيه ولا الحياه ديالهم بصفه عامه من عندنا. اليوم 8 مارس هو اليوم العالمي للدفاع عن حقوق المراه. جمعيه فضاء انطلاقه اسبوت كنخرطوا في السياسه ديال صاحب الجلاله من اجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 30 سنه ديال العمل الجمعوي، ديال العمل من اجل تشجيع النساء على انهم يخرجوا من وضعيه هشاشه بوضع برامج تكوينيه مواكبه مساعدتهم على خلق مقاولات. اكثر من ذلك ان فضاء جمعيه فضاء انطلاقه خلقت كذلك واحد البريسكولير للنساء اللي ملي كيجيو يديروا عندنا تكوينات وتدريبات لان ما كيلقاوش يقبطوا وليداتهم، فخلقنا البريسكولير وهذه واحد البادره ما كايناش في المغرب كله. طبعا اليوم حنايا سعداء بزاف لان كاين واحد الالتفاته، التفاته ديال السيد الوالي جهه الدار البيضاء سطات اللي جا وزارنا وتفقد الجمعيه ديالنا. فبالنسبه لنا واحد المؤشر ديال ان الولايه الدار البيضاء في سياده الوالي اللي جا وحاول اننا نقدموا له كل ما كنديروا واللي وعدنا انه كذلك يساعدنا بإضافة للمجموعة ديال الشركاء ديالنا اللي بفضل هاد الشركاء ديالنا ان اسبود كاينه منظمة محمد الخامس، لا فونداسيون لاليديك، لا بي ام سي اي، لينديهاش وشركاء اخرين اللي بالمساعدة ديالهم اسبود اليسكيلي اوجوردي. كنقدم تحية كبيرة للنساء المغرب كاملين بهذه المناسبة وكنتمنى لهم التوفيق في حياتهم والنجاح إن شاء الله. كنقدم تحية كبيرة بهذه المناسبة هذه لجميع نساء العالم.